أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سؤال يسأل عن استعمال حبوب منع الحمل للدراسة. حبوب منع الحمل للدراسة. للدراسة؟ للدراسة، يعني المرأة تدرس تأخذ حبوب الحمل علشان تدرس ولا تزوج؟ لا لا، الزواج إذا كان عليها خوف، الزواج واجب عليها. نعم، ولا الزواج ما يمنع من الدراسة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.